ويرتقي تدريجيا سنة بعد أخرى. أتذكر قبل 20 سنة بالضبط في سنة 1993 كان المديح السماع على وشك الاحتضار، ذلك أن حملته ومنشدوه كانوا يعدون على الأصابع. وأتذكر في أول دورة من دورات هذا المهرجان في سنة 95 حضر جميع المادحين المشهورين المعروفين في عدد يساوي ربع هذا العدد الموجود أمامنا الآن. إذن تنحسوا جميعا بأن المديح السماع ارتقى وارتقى وأصبح ولله الحمد بين يدي الشباب، وهذا هو المقصود. لأن رسالة الحفاظ على التراث إذا لم يتحملها ويحملها الشباب يحكم عليها بالضياع. في هذه الفترة التي حدثتكم عنها سنة 1995 كان عدد المادحين الشباب قليل جدا، حيث كنا نشهد في الحفلات المختلفة في المهرجان الأول جل المادحين من سن متقدمة 50 عام 60 عام 70 عام 80 عام. وأتذكر أن أحد المادحين معروفين رحمه الله في حمد العمراوي أصر إلي قال لي فودني الله يخليك تهلاو في الشبان وجيبوا واحد يقولوا من هذا الفن والا غادي يضيع غادي يموت. فعلا اذا المهرجان ديال فاس اخذ على عاتقه هذه المسؤوليه وجند نفسه لخدمه المجتمع من خلال استحضار والعمل على استقطاب الشباب، والحمد لله كانت الجامعه ناجحه الحمد لله الحمد الان فيها فرصه كبيره جدا في كل مواضع المغرب وفي كل ربع من ربعه، والنتيجه ولله الحمد تبشر بالخير. والان وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تحضر فيها دائما فرق مختلفة بأزياء جميلة وبصوت ممتازة وبحضور قوي
حيث يتخيل الناس الآن على أن هذا السماع هو فن جديد وفضع المغرب، في حين أنه تراث قديم عمره أزيد من 8 قرون، اللي كاين هو أنه عاش وانتعش بفضلكم وبفضل تشجيع الشباب وحمله لرسالة التراث. هذا المسابقة ذات الصباح كان على اللجنة صعيب عليها أنها تفصل في النتائج، نظرا لأن كل فرقة بذلت واحد المجهود وقدمت واحد العمل من الأهمية بمكان، ولكن قاعدة المسابقة هي هذه، قاعدة المسابقة أنه لا بد أن يرتب المتسابقون، هذه قاعدة معمول بها لا غنى عنها. هذا جانب، والجانب الثاني وأننا كنا في السنة الماضية في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه حفلة الغداء، وعدنا الشباب أن الفرق الشبابية اللي حضرت معنا العام الماضي، وكان عدد فرق آنذاك 7 فرق أتذكر، وعدناهم على أنه في العام المقبل ستحضر في برنامج المهرجان فرقتان من فرق الشباب، الفرقة الأولى والفرقة الثانية. إذن البرنامج ديالنا خليه مفتوح، كاين الفرق المحترفة اللي هي معروفة عندنا، كاين عندنا هذه السنة في البرنامج المجموعة الوطنية للمادحين، هذه المجموعة الوطنية المنتخب الوطني للمادحين، كاين فرقة ديال فاس بطبيعة الحال، وكاين فرقة من الشباب أيضا من مدينة سلا، وفرقة من الشباب أيضا من مدينة الشاول. ستحضر إلى جانب هذه الفرق فرقتان فائزتان في هذه المسابقة. أجمع إخوة أعضاء اللجنة المحكمة أو لجنة التحكيم على أن تعطي شرف تمثيلكم، يعني هذه الفرق غادي يمثلوكم، ماشي غادي يمثلوا راسهم، غادي يمثلوا هذه المجموعة اللي حضرتها الصباح. اللي غادي يمثلوا هذه المجموعة اللي حضرت معنا هذا الصباح هي الفرقة ديال تازة، خذات الجائزة الأولى. وما نتكلمش على المشاركة ديالها، كانت المشاركة ديالها في المستوى من جميع الجوانب، لا من حيث صياغات البرنامج ولا من حيث الأداء ولا من حيث تبارك الله عليهم، الله يحفظهم ويحفظ الجميع. الفرقة الثانية اللي غادي إن شاء الله تشارك معنا في المهرجان هي الفرقة ديال مدينة وزان. فرقة مدينة وزان اللي تتشارك معنا لأول ثاني مرة، حضرت العام اللي مضى وحصلت على السعر. هي من الفرق المكافحة والمناهضة، وزان تعرفوا أن مدينة ديال الأولياء والصالحين وديال الفن وديال التراث، يعني مكافحين مع التراث ومع السماع، وخرجوا تبارك الله واحد العدد ديال النجوم وديال المنشدين العظام. إذا هذه الفرقة غادي تمثل، إذا تمثلكم كذلك في المهرجان. الفرق الأخرى أكاد أقول إنها في مستوى واحد، صعيب الفرق بين الفرق بين 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 فرقة أخرى، ولكن مع ذلك هناك بعض التمييز شافت اللجنة أنه تعطي واحد تشجيع الفرق اللي هي بذلت واحد المجهود في استقطاب الشباب، لأن احنا هذا هو الهدف ديالنا، الشعار ديال المهرجان التراث والشباب. أعطت هذه الصفة، أعطتها الجمعية الدرقاوية بمدينة فاس. وخصت كذلك جائزة تشجيعية لفرقة مدينة مكناس، فرقة جنان الصوفية، هي كذلك فرقة جديدة وتهي عندها مجهود في البرنامج ديالها. لا يعني هذا أننا قصينا البقية أبدا، أنا قلت قبيلة أنه المستوى ولله الحمد مستوى طيب، كانت عندنا تجارب ممتازة تصبح، كاين تجربة ديال جديد صورات قدمتها واحد الفرقة من مدينة فاس، عملت واحد لون يميل إلى الموسيقى الشرقية. هذا شيء في نظر بعض اللجنة، أعضاء اللجنة شافوا على أن رغم أنه الأداء كان جيد وممتاز وفيه روحانية وفيه كل شيء، إلا أنه خلاص الميثاق المهرجان والحفاظ على التراث التقليدي للسنة، هذا اللي خلى هذه الفرقة يعني تشجع وتقضي بيدها، وكان من العام الوصفة التي تتمناه أن الفرقة توفيق بقوة. كاين كذلك تجربة أخرى وهي تجربة استلهام التراث المدينة الحلوي التراث الحساوي، وهي تجربة التي تسمى في التاريخ الإسلامي. اللي ترحبوا بها بهذه المناسبة، احنا في المهرجان ديال السماع حققنا واحد العدد من المرات
فرقني في النصوص الوحدين في الأولياء الصالحين المشيدين الروحانيات والجلد. حضر معنا سي عبد الله فتحي واحد مجموعة من أكاديم، وكانت المشاركة ديالو مثالية ممتازة جدا في المهرجان التاسع. وفي المهرجان الحادي عشر حضر معنا سي حسين أمنياز بالفرقة ديالو. الآن هذا حضر معنا الآن هذه الفرقة من مدينة إزقال مشكورة، فرقة ترانيم لمديح السماع، وقدمت استلهمت هي حسب التعبير ديال السيد الرئيس محمد غوصان، حاولت هي في إمكانها تعمل البرنامج أمازيغي، ما كاين وكاستعملته غتكون متميزة، ولكن هما بغاو يشاركوا ينفتحوا على التراث المغربي عامة، وقدموا المحاولة ديال المشاركة ديالهم، كانت مشاركة طيبة جدا، نشكرهم جزيل الشكر عليها. نعاود نأكد مرة أخرى على أنه الفرق كلها الحمد لله كانت في المستوى المطلوب وفي المستوى الطيب، ونتمناو إن شاء الله التوفيق للجميع، وكان في إمكان أننا تكون عندنا جوائز لكل شيء، ولكن الإمكانيات ديال المجلس البلدي محدودة، كاين الجائزة الأولى وجائزة الثانية وجائزة الثالثة وجائزة الشجعية، غادي نسلموهم للإخوان ديال اللي مكلفين بهذا الفرق. صافي غيخدم حيد الميكرو خدم. جائزة ثانية لجمعية الصفا في مدينة وزان، اللي هي كذلك شهادة ديالكم ان شاء الله. الجائزة الثالثة المهدي بن الكحل من جمعية الدقاوية للمهدي السماع. استاذ خالد بن موسى رئيس جمعية تريسية للموسيقى الأندلسية. خليك تما. جائزة الشجعية كذلك لفرقة جنان الصوفية بمدينة مكناس. سي سمير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. محمد روسان رئيس جمعية ترانيم للمديح والسماع بمدينة إزقان عن جهة سوسمة الصدرعة. يعني هذه الخطوة التي شاركت بها جمعية ترانيم يعني خطوة نوعية ومتميزة على مستوى حضورها وتمثيلها للمشهد الثقافي لمدينة إزقان في التظاهرات الوطنية، وهذا يؤكده يعني المساعي الحميدة للجماعة الحضارية لمدينة فاس، يعني من خلال انفتاحها على جميع الفروق التي تهتم بالمديح والسماع على الصعيد الوطني. فنشد بحرارة على أيدي إدارة المهرجان وعلى تنظيمها وعلى حفاوة الاستقبال واستضافتها لنا في هذا الحدث الوطني المتميز الذي اتخذت له شعار التراث والشباب. وكما يعلم الجميع أن الموروث الثقافي هو الذي يشكل الحدث في كل مدينة، فالحمد لله كانت تجربة يعني متميزة لفرقتنا، من خلال كذلك التعارف والاحتكاك بالفرق التي شاركت في هذا المهرجان، التي أضفت نوعا من البهاء والتميز. فنحن نتمم يعني هذه الخطوة وهذا الحفاظ على هذا التراث في دورته السادسة عشر، فالحمد لله يبشر بالخير شباب يعني مهتم ومولوع يعني بمدح خير الأنام. فنحيي يعني كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الوطني، مع متمنياتنا بالتوفيق والنجاح يعني لكل العاملين
في هذا الحقل الفني التربوي الهادف. نعم. معكم يوسف المحمدي، عضو من شباب جمعية الصفا لمحل المصطفى. شباب جمعية الصفا لمحل المصطفى هم ينتمون إلى مدرسة رائدة في مجال السماع في وزان، ألا وهي جمعية الصفا لمحل المصطفى برئاسة سيدي أحمد الحراق. نحن سعداء بمشاركتنا في النسخة الثالثة لمسابقة الشباب في فني المديح والسماع. جئناها هنا من أجل مشاركة مجموعة من الشباب مغاربة المولعين بفني المديح والسماع. جئنا من أجل رفع الرهان التواصلي والجمالي والفني، ونحن سعداء بمشاركتنا وشكرا لكم. شكرا. بسم الله. اسم تاعي أيوب الحريشي. نحن من الجمعية الدرقاوية التسمت لمدينة فاس. هو المشاركة نتاعنا هو أصلا يعني بصفة عامة المهرجان كان في واحد المستوى، يعني في واحد العطاء، وتلاحظوا أنه وقع في واحد التطور، في واحد التقدم. تنشكروا المسؤولين عليه التي صاروا عليه وجهود الخفاء نتاعو، ولاحظت على أن الشباب أن المهرجان تركز أصلا على الشباب، وهذا يعني كيعطي واحد الصبغة وتعطي واحد تعطينا احنا كشباب كنمثلوا مدينة فاس، لأن مدينة فاس معروفة بالسماع والمديح معروفة بالتراث الأصيل، يعني كيعطينا واحد الصبغة واحد 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 لا شونس أننا نبدعوا أننا نزيدوا نتقدموا في هذا الميدان هذا. وتنشكروا حنا الجميع على الحضور، وتمنينا أن نفوزوا، ولكن ماشي مشكل، المهم هو المشاركة وكل شيء يربح. بالنسبة لي مشت هذا الحضور، مشت هذا الشباب هذا، بالنسبة لنا راه كل شيء يربح. وكنا حنا تنشكروا بزاف على أن خلاو لنا هذا جدودنا هذا التراث هذا مي خلاونا، يعني كنشكرهم بزاف. وشكرا للجميع، وتنشكر الرئيس السيد المجلس البلدي السيد حامي الشاطط على هذه الاستضافه وعلى هذا المهرجان المنظم هذا، وشكرا بزاف على الجميع. سي محمد بن دياب، رئيس جمعيه جينا الصوفيه للمديح والسماع بمدينه مكناس. احنا بدورنا جات مناسبه اننا نشاركوا في المهرجان ديال مدينه فاس، وهذه مناسبة اللي طرحتها الإدارة ديال المهرجان هي تشجيع الشباب. وحنا بدورنا في مدينة مكناس عندنا هدف هو أنه تحبيب هذا الفن لمجموعة ديال الشباب. هو أصلا فن المديح والسماع هو عريق في مدينة مكناس، ونحن نحاول أن نبث فيه دماء جديدة، ونحاول من خلال الزاوية التيجانية الأحمدية بحي سيدي بابا التي هي يعني مدرسة فن المديح والسماع بمدينة مكناس، نحاول أن نجدد العهد مع هذا الفن. ولا يسعنا إلا أن نقدم الشكر لإدارة المهرجان بمدينة فاس، وشكرا.